في 10 أيار 1977 أصبت بنوبة قلبية حادة. دخلت مستشفى كوين ماري في 11 أيار وعلمت لاحقاً أنه في 4 صباحاً من نفس اليوم اتصل الحكيم ساتيا ساي بابا بابني الذي كان يدرس في كلية الحكيم في وايت بيلت وقال له اذهب إلى هونغ كونغ على الفور لأن والدك يعاني من مشكلة بسيطة في القلب. قال ديسواني ابني أنني مت بالفعل لمدة 2 دقيقة وأعاد الأطباء أحيائي. وعلى الرغم من وصول ديسواني لم يطرأ أي تحسن على حالتي وتم نقلي إلى وحدة العناية المركزة. وفي 20 أيار تعرضت لانتكاسة وبدأت أنزف من فتحة الشرج وكنت أفقد حوالي 4 مكاييل من الدم يوميا. كان لدي صدمات وريدية في كلا ذراعي ووسادة فوق قلبي. استمر النزيف لمدة 3 أيام وبحلول 24 أيار فقدت عائلتي الأمل من حياتي وكذلك فريق الأطباء. يتذكر ديسواني في صباح يوم 25 أيار في تمام الساعة 4:10 صباحا سار ساتيا ساي بابا عبر جدار الغرفة وجلس على السرير ثم رش علي الفيبوتي وكأنه مطر في كل مكان. خرج الفيبوتي من يده في تدفق لا ينتهي. مع حمامي الفيبوتي هذا شعرت فجأة بموجة من القوة في كل أنحاء جسدي. لقد دهشت تماما من ظهور الحكيم في الغرفة وظننت أنني أحلم أو أهلوس، ولذلك قلت بابا هل أنت هنا حقا أم أنني أحلم؟ فقال أنا هنا حقا، ماذا تريد مني أن أفعل؟ قلت فقط ضعني على تلك الأريكة بجوار السرير حتى أعرف أنني لا أحلم. ثم رفعني كما لو كنت ريشة ووضعني على الأريكة. ظلت السيرومات في ذراعي كما هي ولم يتأثر شيء. ثم غادر بابا بنفس الطريقة التي جاء بها. ثم قمت بقرع الجرس الليلي للاتصال بالممرضات. جاء حشد من الممرضات مسرعين إلى الغرفة وكانت دهشتهم تفوق الوصف. قالوا كيف وصلت إلى هنا؟ قلت لقد مشيت، مدركا أنه سيكون من المستحيل عليهم أن يصدقوا الحقيقة. من كان هنا وما كل هذا الغبار الذي يغطي السرير وفوقك؟ سألوا، فقلت لا تسألوني، فقط اجمعوا لي هذا الغبار وضعوه في كيس ورقي. لقد فعلوا ذلك وجمعوا 1.5 كيلوغراما من الفيبوتي. بدأت أتحسن بسرعة بعد ذلك وظل الأطباء والموظفون يستجوبونني بشأن ما حدث. وأخيرا ظهر طبيب هندي وقال لي انظر أنا هندي، يمكنك أن تخبرني بما حدث. فأخبرته واحتفظ بسري. وفي 29 أيار تمكنت من المشي بمفردي إلى جناح آخر. لقد تعافيت تماما، والأكثر من ذلك أن مرض السكر اختفى وأصبح السكر في دمي طبيعيا. أنا مدين بامتناني الأبدي للحكيم ساتيا ساي بابا.